بين باكستان وأفغانستان صراع قديم متجدد. تركة للاستعمار البريطاني لا تزال تشعل التوتر بين البلدين بين الحين والآخر. خط ديوراند الحدودي عاد برسائل استفزازية بين البلدين، كان آخرها من رئيس الوزراء الباكستاني السابق أنور الحق كاكر، قال إن الحدود بين أفغانستان وباكستان حدود قانونية معترف بها دوليا. نور الله نوري وزير القبائل والحدود الأفغاني في المقابل رد وقال إنه لا توجد بين أفغانستان وباكستان حدود رسمية قانونية، معتبرا أن ديورانت خط افتراضي وهمي فقط. خط ديورانت المتنازع عليه مشاهدين بين البلدين يصل طوله لنحو 2600 كيلومتر. رسمت هذه الحدود بشكل تعسفي من قبل البريطانيين، وينظر إليها على أنه خط فاصل بين الأراضي الأفغانية التي كانت تخضع للاحتلال البريطاني ثم ورثتها باكستان. العربية تقف على الخط الأسود أو ما يوصف بخط الفتنة، نتابع. خط الدورين المنعوت بالخط الدموي وبالخط الأسود تعتبره باكستان خطا دوليا معترفا به عالميا، بينما تعتبره أفغانستان خطاً وهمياً وافتراضياً. خطه المستعمر البريطاني عام 1893 على صدر القوم البشتون وشقه نصفين ظلماً وعدواناً. تعتبر أفغانستان هذا الخط حدوداً ملغاةً بترحيل المحتل البريطاني، بينما تعتبر باكستان نفسها وريثة البريطانيين لهذا الخط. ومنذ ذلك الحين بقي هذا الخط أم المشاكل السياسية والأمنية والاقتصادية بين الجارتين. ها وقد مرت على ذلك 131 عاما، إلا أن الجانبين ما زالا يطالبان به، أفغانستان إلغاءه قانونيا وباكستان اعترافه دوليا. وعلى كل من إلغائه والاعتراف به فإن هذه الحدود شقت قوما واحدا لغة وعرقا ودينا إلى شقين، وما زاد طين بلة مد هذا السلك الشائك عليه مؤخرا، وهو ما أثار حفيظة الشعوب القاطنة على جانبيه في وقت يرساسة الأفغان أن الحكومات الأفغانية المتعاقبة لم تعترف بهذا الخط منذ إنشائه، وذلك لأنها لا تمتلك سلطة اتخاذ قرار بشأن الاعتراف به أو التنازل عنه، بل هذه السلطة تعود خصيصاً للشعب الأفغاني البشتون الذي شقه هذا الخط نصفين.